تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذا نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. مستمعينا، مثل ما عودناكم في حلقاتنا في رمضان نطرح في بداية البرنامج سؤال الحلقة وجائزته لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. سؤال الحلقة يتحدث عن التطبيقات التي توفرها هيئة الصحة عبر الهواتف الذكية. عندنا مجموعة تطبيقات. اليوم سؤالنا عن تطبيق حياتي، هذا التطبيق اللي يعنى بمرضى السكري. السؤال يقول: تغطي أيقونة اللياقة الصحية في تطبيق حياتي نوع الرياضة لمرضى السكري أم نوع مش النوع هو النوم الصحيح لمرضى السكري، أو كيف تمارس الرياضة بذكاء أم جميع ما سبق؟ أربع خيارات: نوع الرياضة، النوم الصحيح، كيف تمارس الرياضة بذكاء وجميعها طبعا لمرضى السكري، أم الخيار الرابع اللي هو جميع ما سبق. يمكنكم إرسال الرسالة النصية على الرقم 4006، الإجابة مع الاسم الثلاثي، الإجابة مع الاسم الثلاثي. اكتب لي الإجابة عزيزي المستمع، لا تبعث لي الجواب الأول أو الجواب الثاني، لا اكتب لي الإجابة، قل لي كذا هذه الإجابة واسمك الثلاثي على رقم 4006. أيضا مستمعينا، إن شاء الله يعني نستقبل مداخلاتكم عبر برنامجنا على الرقم 600-55-1414. حددتوا متى آخر يوم رمضان ولا بعدكم؟ بعدكم تتناقشون زين. عموما ناخذكم شوية جولة سريعة في أهم الأخبار اللي موجودة عندنا واللي طالعتنا بها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية. خبرنا الأول ما ناخذه طبعا من ملحق البيان الصحي الصادر اليوم في نسخته الأخيرة لهذا الموسم، هذه النسخة الأخيرة لهذا الموسم. طبعا الملحق هو بتعاون وثيق بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان في مجموعة من الأخبار المهمة. في مقدمتها خبر يقول، طبعا ما كحيتي أوراق، لازم الأوراق تي. بحاول أكون كثير عائلي. دكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي معانا طبعا كالعادة. خلاص بقرا الاخبار وبرجع لك. بقرا الاخبار وبرجع لك ان شاء الله. عموما الخبر الاول يقول: خدمات نوعيه لمرضى الكلى في مستشفى دبي. يقدم قسم الكلى في مستشفى دبي التابع لهيئه الصحه في دبي خدمات متكامله. هي شو الصحيحه، الكلى ولا الكلى؟ الكلى. متاكده؟ زين يا جماعة الخير اللي يسمعنا وعنده تصحيح بعد يخبرنا. عموما يقدم قسم الكلى في مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة في دبي خدمات متكاملة وشاملة تغطي جميع جوانب أمراض الكلى وعلاجها، بما في ذلك متابعة حالات زراعة الكلى. ويشمل العمل في قسم الكلى توفير التشخيص والعلاج للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى بما فيها الفشل الكلوي. والله أنا أعتقد الكلوي. انزين اتصلي في ايوب شوفي اسئلي ايوب يوسف الله يخليك. انا موسوعه لغه عربيه ابدا ما يخصني ان شاء الله.
بما فيها الفشل الكلوي المزمن والحاد والالتهاب الكلوي النسيجي والالتهاب الكلوي الكبيبي والمتلازمة الكلوية وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكلية واختلال توازن الأملاح على نطاقي المرضى الداخليين في مختلف أقسام المستشفى أو العيادات الخارجية. هي الكلية الكلى ممكن أنا ما لا أنا متأكد يعني أنها هي يعني حين تذكرت المعلومة. كما يضم قسم الكلى في وحدة الغسيل الكلوي، وتعتبر هذه الوحدة المزود الحكومي الوحيد لخدمات غسيل الكلى لمواطني الدولة في مدينة دبي. طبعا بلغ العدد الحالي لمراجعي مركز الكلى الدموي 230 مريض بمعدل 100 مريض في اليوم الواحد، وتمتد جلسة الغسيل للمريض الواحد ما بين 3-4 ساعات في اليوم الواحد وتعاد 3 مرات في الأسبوع. يستقبل المستشفى 400 مريض مصاب بدرجة من درجات الفشل الكلوي شهريا في عيادة الكلى، منهم 250 مريض يقوم بمراجعة العيادة بعد زراعته للكلى. طبعا في أرقام كثيرة يعني الله يعينهم ويشافيهم هذه اللي يعانون من أمراض الكلى، يعني الله يعينهم يا رب ويشافيهم. عموما في عنا خبر يقول تكوين أسنان كاملة من الخلايا الجذعية. قال علماء في اليابان أنهم استطاعوا تكوين أسنان باستخدام الخلايا الجذعية للفئران وزرعها بنجاح في فئران أخرى، على أمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى إحراز تقدم في مجال أبحاث الخلايا الجذعية. وقال الباحثون بإدراج وحدة الأسنان بكاملها ضمن الفك السفلي للفئران وتثبيتها بنجاح بعظام الفك، والفئران كانت قادرة على المضغ بشكل طبيعي ولم يكن هناك أي مشكلة مع العظم وتناول الطعام بعد عملية الزرع. ويأمل الباحثون أن هذه الخطوة ستساعد في تطوير أعضاء بشرية جديدة تنمو من خلايا المريض نفسه. وخلال العملية قام الفريق البحثي بإزالة نوعين من الخلايا الجذعية من ضرس أحد الفئران وزرعها في المختبر، وللتحكم بطول وشكل الأسنان، وتم وضع الخلايا في قالب حيث نمت إلى وحدات أسنان كاملة، ثم تم زرع وحدات الأسنان كاملة في الفك السفلي للفئران تبلغ من العمر شهر واحد، وانصهرت الخلايا في أنسجة وعظام الفك بعد حوالي 40 يوم من الزرع. ويمكن أيضا الكشف على ألياف عصبية في الأسنان الجديدة. يعني هذا من الأخبار التقنية الجديدة في عالم زراعة الأسنان. علم الإنسان ما لم يعلم، سبحان الله. عموما دكتورة خلينا ناخذ يعني موضوعنا اليوم، عن شو ما نتكلم؟ هنتكلم عن شغلتين. الأولى عن قشور الفواكه. دائما احنا بنتكلم عن الفاكهة كفاكهة، وكثير من الناس لاحظ انه بيقشروا التفاح، يقشروا المشمش. حبيت انوه، وكانت الفكرة اجتني منك محمود لما سألتني عن قشور الموز. صحيح. فأنا حبيت أجيب كم معلومة للمستمعين عن فوائد قشور الفواكه، وأبدأ بالتفاح إذا بتسمح لي. أثبتت الدراسات أن قشور التفاح تحتوي على عدد كبير من المواد الكيميائية الهامة للجسم، مثل الحمض الأرسوليك، وهذا الحمض هام جدا لتألق البشرة وصحتها، كما يعمل على زيادة نمو العضلات ويبقي نسبة الكوليسترول والسكر في الدم ضمن الحد الطبيعي. قشور الخوخ غنية بالبوتاسيوم فيتامين ألف، وهي مواد تعمل على تجديد الخلايا في جسم الإنسان، تعزيز جهاز المناعة، طرد السموم من الجسم، وكمان بتحافظ على صحة الجلد، حماية العيون من اعتام عدسة العين، وتقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل. وطبعا ما بدي أقول في ناحية تجميلية ما خصني فيها، بس كتير من خلينا أقول أماكن التجميل الآن تستخدم قشور الخوخ مع السكر لتقشير البشرة. يعني ما نرمي شيء، شفت؟ كانوا زمان فعلا
جدتي وخالاتي ويعني أي شيء بيعمل بالمطبخ تحطها على وجهها أقولها تيتا شو بتسوي؟ بتقولي هذا كله فيتامين أنتوا ما بتعرفوا قيمته. وطلع العلم صحيح كل شيء مارسوا أجدادنا يا محمود فعلا صح، لأنه أنت بتاخذه من مصدر الطبيعي. طيب أنا بقولك عن قشر الباذنجان. يلا قولي عشان أقولك على الليمون والبرتقال. زين ولا ناخذهم بعد الفاصل أحسن؟ زي ما بتحب. طيب لا بعد الفاصل، خلينا ناخذهم بعد الفاصل عشان ميثا ما تزعل علينا. يلا. بعد فاصل مستمعينا وما نرجع لكم، لكن قبل الفاصل ميثا خلينا نذكرهم بسؤال حلقة اليوم. سؤال الحلقة وإن كتبتنا هذا: تغطي أيقونة اللياقة في تطبيق حياتي نوع الرياضة لمرضى السكري النوم الصحيح لمرضى السكري، كيف تمارس الرياضة بذكاء لمرضى السكري أم جميع ما سبق؟ يمكنكم رسالة الإجابة الصحيحة مع الاسم الثلاثي على الرقم 4006 فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة. مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين، سؤال حلقتنا اليوم يقول: تغطي أيقونة اللياقة في تطبيق اللياقة الصحية في تطبيق حياتي نوع الرياضة لمرضى السكري النوم الصحيح لمرضى السكري، كيف تمارس الرياضة بذكاء لمرضى السكري أم جميع ما سبق؟ وطبعا كل الإجابات لنا الحين إجابات صحيحة، هي ما شفت ولا إجابة غلط. حلو، زين. بس يا جماعة الخير، لا حد يكتب لي الإجابة الأولى أو الإجابة الثانية أو الإجابة الثالثة أو الإجابة الرابعة، لا، حطوا لي الإجابة، يعني اكتبوا لي الإجابة شو هي بالضبط: نوع الرياضة النوم الصحيح، كيف تمارس الرياضة أم جميع ما سبق، مع الاسم الثلاثي، وإن شاء الله الفائز بيحصل على لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. وأيضا ندعوكم للاستفادة من هذه التطبيقات اللي تقدمها إدارة تقنية المعلومات، فيها الكثير من الفائدة، فأتمنى أنكم أنتم تستفيدون من هذه التطبيقات. نحن قبل الفاصل كنا نتحدث عن قشور الفواكه، وأيضا قلت لك دكتورة بقول لك عن قشر الباذنجان. تعرفين أنه يقي من الشيخوخة ويكافح السرطان؟ أنا من عشاق الباذنجان. نعم، يقول الدراسة أمريكية حديثة كشفت أنه مركبات شو قولي لي هاي بس الباسيليين أوكي. زين، مركبات الباسيليين هذه المضادة للأكسدة والموجودة في قشر الباذنجان تخلص الجسم من الشوارد الحرة التي تتسبب في الإصابة بالشيخوخة. أيضا أوضحت الدراسة أن قشور الباذنجان تحمي جدران خلايا الجسم والدماغ من التلف، كما تنتج هرمونات الذكورة والأنوثة وتكون أملاح عصارة المرارة اللازمة لامتصاص بعض الفيتامينات المهمة. أيضا تحتوي ثمار الباذنجان على مركبات الفينوليك اللي هي مضادة للأكسدة، وأهمها حامض الهاردوجينيك والذي يعد من أقوى المضادات الأكسدة النباتية، ويقي من حدوث خلل بتركيبة الحمض النووي الذي يمنع تكوين الخلايا السرطانية، فضلا عن دوره في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار. صحيح صحيح، وكثير أنفع خبير تغذية ولا؟ يا نعم نعم أكيد تنفع. يا سلام عليك. حبيت إنه ألقيت الضوء على الباذنجان، لأنه بحسه من الخضار اللي شوي مظلومة، يعني بما معنى وشكلتي أصلا مظلوم بعد. أنت بتعرف أنا باكله هيك ني قد ما أنا بحب الباذنجان فعلا، يعني لو تعود عليه الشخص تاكلينه ني. إيه بحبه ني بالقشرة تبعته عادي. والله طيب، هو تعود على فكرة. طب شو رأيك لما أقول لك، أنت سألتني المرة اللي فاتت على قشور الموز، قلت لك رح أتأكد من المعلومة. الموز الغني بالبوتاسيوم، وإحنا حكينا المرة اللي فاتت، وسبحان الله كل ما زاد، تخيل كل ما صار أخضر كل ما كانت نسبة السكريات فيه كتير أقل. يعني ممكن تأخذ موزة كاملة بتعادل نص موزة إذا كانت مستوية.
بالنسبة للنشويات والسكريات اللي أوكي. فيه. هذا اللي بالقشر ولا بدون القشر؟ لا لا هلا هاي بدون القشر. أنا أتكلم هلا بالنسبة للقشور. يا سيدي وجد الباحثون في تايوان أن مغلي قشر الموز يخفف الاكتئاب لأنه غني بالسيروتونين، وهي طبعا أكيد إحنا كلنا عارفين السيروتونين هذا اللي هرمون السعادة بيسموه، وهي المادة الكيميائية التي تحسن المزاج. ووجد الباحثون أن القشرة جيدة لنظرة العيون. شو بيصير؟ لازم نغليها ونضعها مع الماء المبرد أو مع العصائر المي تبعت قشر الموز، يعني يغلى ويشرب. في كتير ناس بيغلوها وبيأكلوها. كيف يعني؟ أنا يعني تغلي قشر الموز أوكي. وتحط المغلي تبع القشر تصفيه طبعا الماي هي نعم، وتحطه فوق العصائر أو مع الماي المبرد وتشربها. يعني حين إذا سرنا مبنى وزارة السعادة لازم يعطونا هذا المشروب. المفروض صح؟ أي. والله فكرة نسميه مشروب السعادة. مشروب السعادة يكون. حلو. لا ليش ما نسوي عندنا في الهيئة خلاص؟ زين بشوف أنا بس أخذ جولة سريعة على المسجات. ما في أسئلة، كلها إجابات على السؤال. يا جماعة الخير اللي عنده أي سؤال بعد في موضوع التغذية ممكن أن يتوجه للدكتورة كذلك، أو ممكن أن يتداخل معانا في هذا المجال. طيب شو عندنا قشر؟ شو بعد؟ لسه عندنا الليمون والبرتقال والكيوي. نبدأ بالليمون، من المواد الغنية بحمض الستريك، ونستخدم قشور الليمون كمقشر طبيعي للبشرة، واللي هلأ معظم فعلا إذا بتروح عند أي درماتولوجيس بعطيك مستخلص الفيتامين سي اللي من الليمون مبدئيا. جيد جدا لتدعيم الجسم والجهاز المناعي لأنه غني بمضادات الأكسدة. أما بالنسبة لقشور الليمون البرتقال عفوا، فهي أيضا تحتوي على مضادات الأكسدة لأنها جيران هي والليمون. الليمون والبرتقال فيهم غني جدا بالفلافينويدز، وهي تعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الجسم. وفي دراسات أكدت أنه تركيز هذه المواد في القشرة أكثر بعشرين مرة مما هو موجود في العصير. طيب دكتور على طار السعادة، زين في دراسة طبية بريطانية أفادت بأن البصل يعد من أكثر الأطعمة التي تجلب السعادة والشعور بالمرح والسرور. بعد الجزر، بعدين الفول، بعدين الموز، بعدين البطاطس. صح، وأنا حاطة البطاطا من ضمن الأشياء اللي أنا هلأ بدي أتكلم عنها كمان. صحيح. بس والبصل للناس ثلاث مرات يغمى عليهم. لا بس هذا فعليا هذا البصل عصير البصل قوي. انزين هذا يقول لك الدراسة أجريت على 100 من السلع الغذائية الأساسية رخيصة الثمن لمعرفة مدى السعادة التي يشعر بها الإنسان بعد تناولها. وحسب ما ذكرت صحيفة الديلي إكسبرس البريطانية، والمعروف أن الشوكولاتة هي سر السعادة كما هو سائد، لكن في هذه الدراسة تفوق البصل وتصدر رغبات من شملتهم الدراسة على الأطعمة الأخرى المشهورة بجلب السعادة مثل الشوكولات، مثل الكيك. أيضا بيّنت الدراسة أن تناول البصل باستمرار يفيد في الوقاية من هشاشة العظام، خصوصا عند السيدات المسنات. صحيح، يعني مثل ميثة وأشواق. زين، وأشاروا إلى أنهم اكتشفوا من خلال تجارب معمارية أجروها مركبا طبيعيا موجودا في البصل له دور فعال في تقوية العظام وتقليل خطر إصابتها بالهشاشة. الآن البصل أكيد ما ناكله مع قشورة، أصلاً كله قشر. ومش بس هيك، أصلاً حتى لما تأخذ البصل رائع جداً للناس اللي عندهم سكري. بس عصير دكتور دكتورة وايد يعني. شوف أوبر. يعني هم يعني كيف بشرب عصير البصل؟ ما بنتكلم هلا، لما تأكله عادي خصوصاً الأبيض الحلو بتأخذه بدون ما تحس بال 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 بالرائحة وبالطعم. تعصرين عليه لومي وفلفل أسود بحط عليه كمون أنا عشان كمان حتى يمنع النفخة إذا في نفخة عند بعض الأشخاص. يا سلام. فيعني فعلا والأروع لو أخذته مع روب مع لبن. يا سلام، تحطه وتحط عليه كمون وشوية فلفل. على طار الكمون، مرة أتكلم عن الكمون وعطيتهم معلومة غلط عن الكمون، ان انا عبال الكمون هو الكركم. لا كيومن، اي الكركم هو تيرمريك. زين، تصلحوا للجماعه. اي نعم. تفضل دكتوره.
فالبصل فعلا بيعطي سعادة لأنه كتير في مضادات أكسدة، فبتحس على طول إنك أنت مرتاح نفسيا أصلا. هلأ الشوكولات فيها الكربوهيدرات فيهم، ولكن الدارك شوكولات الكتير غامقة اللي هي تقريبا 70% فيها الشوكولا السوداء لغناها في المغنيسيوم ولغناها في مادة بترفع الهرمون. ناخذ البرتقال عشان نسكر هذا الموضوع قبل الفاصل. حناخذ الكيوي مش البرتقال، خلصنا البرتقال. قشور البرتقال ما تكلمنا عنه، تكلمنا عن الليمون. اي اوكي البرتقال ايضا اوكي اعتذر وبشدة في مضادات اكسدة عالية جدا. ايضا في مادة الفلافينويد وهي هرمونات النباتية التي تساعد على تفعيل وتقليل الكوليسترول السيء في الجسم، اضافة الى انه هو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. جميل. تعرفين أن فيه أن 500 ملليمتر من عصير البرتقال يوميا يحسن الذاكرة ووظائف المخ بنسبة 8% إذا ما استمر الشخص عليه شهرين على بعض. بس بشرط، شرطه الوحيد سواء الليمون أو البرتقال أنه ينعصر فورا وينشرب. محمود ممنوع ينترك، إذا انترك راحت الفائدة اللي أنت بتتكلم عنها. لكن فعليا نعم، لأنه جدا ليش بيعمل هيك؟ لأنه زي ما قلت لك الفلافينويدز الموجودة هرمونات النباتية هاي هي التي تعمل على تحسين المزاج وتحسين الجسم والفعالية لديه. زين نطلع فاصل ونواصل. فاصل وما أرجع لكم، بس نذكركم بسؤال الحلقة. شو سؤال الحلقة يقول دكتورة؟ بيقول تطبيق حياتي أيقونة اللياقة في حياتي، فيها تغطي خلينا نقول نوع الرياضة لمرضى السكر، النوم الصحيح لمرضى السكري، كيف تمارس الرياضة بذكاء لمرضى السكري، جميع ما سبق. واضح اللي سأل ما هو سؤال اليوم، هذا هو سؤال اليوم. طيب هل يكون قشر الباذنجان سام إذا لم يتم طبخه جيدا؟ ترى تقول لك الدكتورة أنا بأكله ني. طبيعي ني ما في سام. انزين عموما فاصل وما نرجع لكم مستمعينا. ارسلوا لنا الاجابات على الرقم 4006 الاجابه مع الاسم الثلاثي، وان شاء الله تكونون من الفائزين. يعني ودنا نربح الكل ان شاء الله. المشكله مو عندنا جوائز حق الكل، ولا انا ودي والله ودي. طب اعطي تنتين اليوم بدل واحده، شو رايك؟ نعطي تنتين. نعطي تنتين. في فائزين. الهواء طلعت لي الحين، لان اذا ما حصلت انا اخر شيء من جيبه هي من اخذ. يا سيدي فالهم طيب المستمعين يستاهلون. ما تقصرين، مشكوره دكتوره. يلا فاصل وارجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. مستمعينا سؤال الحلقة يقول تغطي أيقونة اللياقة الصحية في تطبيق حياتي نوع الرياضة لمرضى السكري، النوم الصحيح لمرضى السكري، كيف تمارس الرياضة بذكاء لمرضى السكري، أم جميع ما سبق؟ يمكنكم إرسال الإجابة الصحيحة على الرقم 4006 مع الاسم الثلاثي. أيضا مستمعينا، سجلت هيئة الصحة بدبي إقبالا لافتا من قبل أفراد المجتمع على شراء باقات التأمين الصحي قبيل انتهاء المدة المحددة للمرحلة الأخيرة لانضمام الأفراد إلى منظومة الضمان الصحي والمحددة بيوم 30 يونيو الجاري، يعني تقريبا عقب 4 أيام. وأكدت الهيئة على عدم وجود أي غرامات تأخير على الأفراد غير المشتركين في التأمين حتى نهاية العام الجاري 2016. وكانت الهيئة قد فوجئت مؤخرا بارتفاع مستوى الوعي المجتمعي لدى الأفراد تجاه التأمين الصحي وبصورة تفوق التوقعات، حيث شهدت الآونة الأخيرة أقبال ملحوظ على شراء باقات التأمين من الشركات المعتمدة وفق سلة الباقات المتنوعة التي يتراوح أسعارها ما بين 550 و700 درهم. طبعا هذه التفاصيل كلها نحن طرحناها في برنامجنا في أكثر من مناسبة مع أكثر من ضيف، وكان أبرزهم دكتور حيدر اليوسف اللي نستقبله عبر الهاتف أيضا، بما أن ما باقي شيء على انتهاء المدة. دكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، حياك الله معانا دكتور. يا مرحبا أخي محمود. إذن كلها 4 أيام دكتور ولا أقل؟
إيه والله أربعة أيام إن شاء الله تعالى، وكل عام وانتم بخير. طبعا مع اقتراب عيد الفطر المبارك نهني جميع المستمعين بهذه المناسبة المباركة وبشهر رمضان. طبعا الحمد لله نشوف في خلينا نقول حتى إيفن تهافت كبير من الأفراد على الحصول على التأمين الصحي في الوقت المناسب. طبعا كثير من الناس نشوف في وعي كبير جدا بأهمية التأمين الصحي. كثير من الناس كذلك تعرضوا لمواقف سابقة اضطروا فيها أنهم يدفعون مبالغ كبيرة نتيجة عدم وجود التأمين الصحي. فالحمد لله مثل ما شفنا في المرحلة الأولى والثانية واللي كانوا كذلك ما كان فيهم غرامات، كان في اقبال كبير جدا من افراد المجتمع للحصول على التامين الصحي، وان شاء الله تعالى المرحله الثالثه كذلك نشوف نفس المستوى من الاقبال، ويمكن الوعي العام من جميع افراد المجتمع نشوفه اكبر بكثير لهذا الموضوع. نعم نعم دكتور، يعني انتم نفذتوا جدول جميل لفريق الهيئه ومجموعه من شركات التامين المعتمده، تواجدتوا وسط طالبي الباقات في 14 لين 19 يونيو، كنتوا في مستشفى لطيفه، ومن 20 الى 23 كنتوا في مستشفى دبي. الان شو جدولكم القادم؟ نعم طبعا مثل ما تفضلت عندنا فريق العمل سواء من الهيئة أو من الشركات التأمين المختلفة اللي مرخصة من قبل الهيئة لتقديم الباقات هاي، متواجد في مجموعة كبيرة من المرافق. طبعا المرافق هاي في الوقت الحالي أغلبية من مرافق هيئة الصحة، لكن بيكون عندنا كذلك مجموعة أخرى من المرافق الخاصة كذلك بتكون متوفرة. البرنامج الزمني بالنسبة له أعتقد هالأسبوع هاي هم موجودين في مستشفى راشد، مستشفى راشد أي. نعم لتاريخ 30 نعم لتاريخ 30 موجودين في مستشفى راشد، ومن بعد راح يبدؤون يكونوا متواجدين كذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية. اسمح لي ثواني بس أطلع الجدول، لكن إن شاء الله تعالى يعني المتواصل التواجد هذا لنهاية شهر 8 إن شاء الله تعالى، ونكونين مكون موجودين في جميع الأماكن المهمة عندنا سلامك الله من 26 إلى 30 في مستشفى راشد، وبعدها بعد العيد إن شاء الله تعالى من 11 إلى 14 7 في مستشفى حتى، من 17 إلى 21 في مركز ند الحمر الصحي، من 24 إلى 28 7 في عيادة البرشة، من 1 إلى 4 8 في عيادة المزهر. كذلك جاري التنسيق مع مجموعة من المؤسسات الحكومية والدوائر الكبيرة أن يكون تواجد في مقرات الدوائر هاي، وطبعا الفرصة لجميع أفراد المجتمع بالإضافة إلى موظفين الدوائر هاي من الاستفادة من وجود شركات التأمين والحصول على الباقات اللي تناسبهم سواء بالنسبة للخدم أو عمالة المنازل، وكذلك بالنسبة للمقيمين الموجودين في الإمارة يمكن يستفيدون من الباقات هاي. جميل دكتور، في سؤال يقول شو هي المستندات المطلوبة؟ نعم طبعا المستندات المطلوبة هي صورة جواز العامل وكذلك بطاقة الهوية العامل، ونفس الشيء بالنسبة للكفيل، بالإضافة إلى صورة من عقد العمل إن وجد لتأكيد عملية الراتب. ما تبغون صورة الشخصية بعد؟ لا صور شخصية لا، لأنه مرتبط بطاقة الهوية تفعيل على بطاقة الهوية. جميل عفوا اسمح لي لا صحيح صور شخصية بالنسبة لبعض شركات التأمين، لأن في بعض شركات التأمين تفعلها على بطاقة الهوية، وبعض الشركات الأخرى لا تزال تستعمل بطاقة التأمين العادية اللي تحتاج إلى صورة، فهي تعتمد من شركة لأخرى. نعم صحيح. طيب دكتور، شو هي الشركات اللي تقدم الخدمات الخاصة بالأفراد؟ نعم طبعا عندنا احنا اليوم باقة فئة ذوي الدخل المحدود اللي هي يقل عدد او يقل راتب الشخص الممكن اللي يمكن ان يستفيد منها عن 4000 درهم شهريا، مقدمة من 9 شركات مرخصة من هيئة الصحة بدبي لتقديم الباقة الأساسية هذه. هاي الشركات هي شركة عمال للتأمين، شركة أكسا، شركة ميت لايف، أليكو، أرب أورينت، راس الخيمة، ضمان، دار التكافل وتكافل الإمارات. التسع شركات هاي مرخص لها من قبل الهيئة لتقديم الباقات هاي لفئة ذوي الدخل المحدود اللي هي مثل ما ذكرنا رواتبهم أقل عن 4000 درهم. هناك كذلك 48 شركة شاملة التسع شركات هاي مرخصة من قبل الهيئة لتقديم التأمين الصحي لجميع أفراد المجتمع. يعني إذا كان الشخص راتب أكثر من 4000 درهم شهريا ممكن أنه يحصل على باقات تقدمها حوالي 48 شركة مرخصة من قبل الهيئة،
ممكن الحصول على بياناتها كلها من خلال الموقع الإلكتروني للضمان الصحي في إمارة دبي أو موقع إسعاد اللي هو isad.ae. في جميع بيانات الشركات المرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي. كذلك من خلال الموقع ممكن الأفراد يدخلون على الماركت بليس، والماركت بليس هو المكان اللي موجود فيه الكثير من الباقات معروضة كذلك من قبل الشركات هاي للأفراد إنهم يطلعون عليها ومن ثم كذلك يختارون أي منها يتناسب مع احتياجاتهم. فمهم جدا بالنسبة لنا في المرحلة هاي الوصول إلى جميع أفراد المجتمع، طبعا التوعية في المرحلة الأولى بأهمية التأمين، ومن ثم تواجد باقات منافسة الأسعار تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم وسهولة الحصول على هذه الباقات إن شاء الله تعالى. دكتور، هل التأمين لإمارة دبي فقط أم يشمل الدولة كلها؟ طبعا هيئة الصحة بدبي مسؤولة عن تطبيق التأمين الصحي في إمارة دبي، إلا أن الباقات هاي متوفرة كذلك للكثير من المواطنين أو المقيمين اللي حابين يستفيدون منها من الإمارات الأخرى، لكن كهيئة الصحة كجهة مسؤولة عن النظام الصحي في إمارة دبي طبعا دورها تطبيق التأمين الصحي في إمارة دبي. طيب دكتور، عندي دكتورة وفاء عندها سؤال بتسألك إياه. يسعد صباحك دكتور، كيف حالك؟ يا مرحبا، كيف حالك؟ الله يخليك. سؤال دكتور، هل حيكون في حد يعني في تواجد في المولات مثلا لإحدى شركات تأمين للتشجيع يعني الوصول أسهل مثلا؟ ولا حاليا في بعض الشركات متواجدة في الجمعيات التعاونية، أعتقد في البرشة وفي الصفا وفي الاتحاد مول، وكذلك يجري التنسيق مع المراكز التجارية للتواجد مجموعة من الشركات في المراكز التجارية كذلك إن شاء الله تعالى. فبالتأكيد يعني قدر الإمكان حاول نوصل لجميع أفراد المجتمع في مكانهم، لكن كثير من الشركات هاي كذلك عندها الأونلاين، يعني ممكن من خلال البورتال مالهم أو الموقع الإلكتروني شراء الباقات بالكريدت كارد، وبالتالي حتى الشخص مش محتاج انه يطلع من عمله او منزله للحصول على التأمين الصحي وان شاء الله تعالى. دكتور، ناخذ بوسيف بس ويانا على الخط اذا ما عليك اماره. تفضل بوسيف. السلام عليكم. يا هلا، اختصر لي بوسيف لان الوقت قاعد يداهمني، تفضل. الله يبارك فيك. طولت عمرك انا اسال عن التأمين الصحي بالنسبه للامارات غير دبي يعني. تو جاوب الدكتور، تو جاوب، احب تسمع الجواب يعني. مره ثانيه تامر، تامر يا سيدي، جزاك الله خير. الله يبارك، يعني امارات ثانيه من البلاد يعني. تفضل دكتور. نعم، طبعا مثل ما ذكرنا اخوي محمود، هو هيئه الصحه بدبي مسؤوله عن تطبيق التامين الصحي في اماره دبي بموجب القانون رقم 11 للعام 2013 الصادر من صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بصفته حاكما لاماره دبي، وبموجب القانون هذا تم تطبيق التامين الصحي على المواطنين الموجودين في الاماره من خلال البرامج الحكوميه المختلفه، واخرها كان برنامج سعاده اللي يعني وصلنا الحمد لله الى قريب 95% من المواطنين في اماره دبي مغطين بالتامين الصحي. اما من خلال برنامج سعاد او اللي هو منظومه الضمان الصحي ككل، تم تغطيه المقيمين الموجودين كذلك في الاماره، وصلنا حاليا احنا الى اكثر من 75% من المقيمين مغطين بالتامين الصحي وفق قانون الضمان الصحي لاماره دبي. جميل، ناخذ مروان. ابو مروان. انا محمود، السلام عليكم. يا هلا يا هلا، شوف حالك. الله يسلمك. انا سايق، انا سوي تامين 65، قالوا لي 5000، حد يقول لي 6000. تأمين شو هذا، حقك انت؟ لا، حق السايق. حق السايق 5000؟ ايه، حد يقول لي 5000، شركة مرات 5000، شركة 6000. لا الحين بيرد عليك الدكتور. ما سويت انا، ما مشكلة، كان ما سايق. تفضل دكتور. نعم، نفس الباقة بوقت اللي متوفرة لفئة عمالة المنازل اللي تقل رواتبها عن 4000 درهم، نفس المبلغ اللي ذكرناه سابقا اللي هو يتراوح من 550 إلى 700 درهم، نفس الشركة اللي سوت لك التأمين بالنسبة للقدم مفروض تعطيك نفس الباقة تماما كذلك بالنسبة للسائق، يمكن طلبت مميزات إضافية. فأحيانا تعرف باقات التأمين الصحي في إمارة دبي تقدمها الشركات قد تصل إلى يمكن 20 أو 25 ألف درهم للشخص في السنة، فيعتمد أنت شو اللي تبغى تشتري في النهاية. يعني ممكن تختار أشياء مثلا إضافية تعطيك مبالغ كبيرة. الباقة الأساسية تم تصميمها بشكل يوفر الحماية لفئة العمالة، يعني تغطي جميع احتياجاتهم الرئيسية من ناحية زيارة الطبيب، تحويل إلى الأخصائي، العمليات الجراحية، الحالات الطارئة، الحمل والولادة، جميع الاحتياجات الأساسية للأفراد تم
صياغة باقة منافسة مناسبة السعر ما تأثر على الاقتصاد من ناحية التكلفة توفر لهم التأمين الصحي. مثل إذا بذكر دكتور كبيرة. مثل إذا بذكر تأمين السيارة إذا أنا بأمنها تصليح خارج الوكالة ولا في الوكالة ولا كذا هي مواصفات أنا أطلب زيادة مش عارف إيه نعم بالضبط أنت كل ما تزيد الأشياء اللي تغطيها الباقة بالتأكيد تكلفة الباقة جميل. يعني على سبيل المثال الباقة الأساسية ما فيها علاج الأسنان لأن علاج الأسنان مثلا لا يعتبر من العلاج الضروري الطارئ من ناحية التغطية الصحية وبالتالي اليوم إذا أضيف لها علاج الأسنان فلنفرض تصير الباقة هاي بدل 550-700 تصل إلى 800-900 درهم على سبيل المثال طيب. الباقة غير منافسة بالنسبة للاقتصاد أنا كصاحب عمل إذا عندي محل صغير أو بقالة أو إلى غير ذلك تبدأ تصير تكلفة العمل عندي عالية وبالتالي الباقة الأساسية تركز على الاحتياجات الأساسية لكنها في نفس الوقت تحمي الفرد تحمي الشخص من انه ياخذ المبالغ جميل. الماليه من معكلم البثه من احتياجات الاساسيه جميل اسئله على المسج دكتور ما هي ارقام التواصل لشركات التامين من خلال الموقع اللي ذكرته جميع بيانات التواصل مع الشركات نعيد الموقع دكتور حقكم بهدوء .ae اللي هو ISAHD.ae تدخل على شركات المرخصة من هيئة الصحة بدبي وفي لست بال 48 شركة المرخصة مع جميع بيانات التواصل معها وكذلك في لست أخرى اللي هي الشركات المؤهلة للباقة الأساسية وهي 9 شركات اللي ذكرناها كذلك بيانات التواصل موجودة هي 9 شركات من أصل 48 شركة طبعا المرخص لها من إمارة جميل في سؤال بعد هو مكرر كيفية التسجيل في برنامج التأمين لغير إمارة دبي أنت يعني. جاوبت على هذا السؤال نعم دكتور. يتواصل مع الشركات طيب الحين خلنا نخلص من الأفراد دكتور نتكلم بس في دقيقتين عن الشركات شو اللي نبغي نقوله للشركات اللي ما أمنت موظفينها نعم بالنسبة للشركات كذلك الحقيقة في النهاية هو نفس الموضوع يعني اليوم قانونا الالتزام على صاحب العمل توفير التأمين يعني لو فجأة لا سمح الله عامل في شركة صغيرة أو موظف مرض محتاج إلى عملية مفاجئة محتاج إلى علاج طارئ المسؤولية القانونية هي على رب العمل بتوفير جيمة العلاج هذا ونشوف حالات كثيرة فجأة مثلا يدخل الشرطة أو يدخل العناية المركزة ومحتاج مبالغ كبيرة رب العمل يحاول يتنصل أو ما عند المبلغ فجأة يحتاج يدفع 70-80 ألف درهم ففيها مشكلة كبيرة وفيها وجود الباقات هاي هو حماية مش فقط للعامل وإنما كذلك حماية لرب العمل كثير من أصحاب الأعمال الصغيرة يقولك لا خلاص أنا بسفرة وبيب عامل ثاني طيب مجرد ما شركة صغيرة فيها 3 أو 4 أشخاص هي تعتمد بشكل أساسي على كل واحد من الأشخاص هاي فإذا بيفقد واحد من الموظفين اللي عنده بيصرف مبالغ جديدة على حوالي 7-8 آلاف درهم للفيزا جديدة شهر شهرين لين ما يجيب العامل لين ما يدربه فقد كذلك هو صار عنده فجوة كبيرة في العمل وجود التأمين الصحي يغطي ويحمي العامل وكذلك يحمي صاحب العمل فنقول لهم بادروا وسارعوا إن شاء الله تعالى للحصول على التأمين الصحي كذلك راح يكون في ربط للتأمين بالإقامة قريبا وبالتالي ما راح يقدر أصلا يكمل إجراءات الإقامة من غير ما يكون عنده التأمين الصحي للعمال أو للموظفين كما حصل مع شركات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية حاليا مربوطة الإقامات كلها بالتأمين الصحي ولا يمكن إكمال إجراءات الإقامة إلا إذا كان التأمين الصحي جميل. متوافر من ضمن المعلومات المطلوبة دكتور تاريخ 30 فضلنا نفسك الله يخليك حاضرين يوم الخميس القادم إن شاء الله تكون معانا ناخذ تفاصيل أكثر وأيضا منوضح المواضيع هذه أكثر للمستمعين جزاك الله خير دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك يا مرحبا شكرا إذا أعطونا أسماء الفائزين دكتورة أبو عمر كاتب الله يسامحكم جوعتونا أنا والبصر قصة حب طويلة تحياتي هذا أبو عمر ما أدري أبو عمر مالنا ولا أبو عمر مال أحد المستمعين بس واضح أنه دمه خفيف أي لا أكيد أبو عمر مالنا بعد دمه خفيف أكيد طبعا للتأمين طيب أحيانا نحن قلنا لكم يوم الخميس القادم تاريخ 30 بيكون معانا دكتور حيدر يوسف في الاستوديو من استقبل اتصالاتكم عن التأمين واستفساراتكم عن التأمين ككل أنزين وهذه الحلقة الثانية انزين خلال هذا الشهر على اساس ان الموضوع جدا مهم ونرد على استفساراتكم جميعا منو اسماء الفائزين يا جماعه الخير ما اعطيتونا اسماء الفائزين طبعا الجواب هو جميع ما سبق
بعد ما يبالي أقول لكم شو الجواب بعد لأنه ما في ولا إجابة غلط. تفضلي الفائزة فاطمة علي حسن، ألف مبروك. نعيمة، نعيمة موسى الشحي، ما يستوي هذا السيستم مالكم يفرق بين ريايل وحريم؟ يعني إذا حطينا اثنين يعني تحطونا فايز وفايزة على الأقل، ولا عشان حريم في الكنترول يعني كله تختار حريم؟ شيء خاص الكمبيوتر مذكر وليس مؤنث، مش طيب كمبيوترة ترى المشكلة أنه مذكر يختار حريم شوفت زين. عموما ألف مبروك للفايزة فاطمة علي حسن، ألف مبروك لفاطمة علي حسن وأيضا نعيمة موسى الشحي، بيتصلون فيكم في الكنترول بيخبروكم كيفية استلام الجوائز. دكتورة وفاء عايش، يعني نصيحة في 30 ثانية ونختم فيها الحلقة. بما أنه إحنا هلأ في العشر الأواخر، تقبل الله طاعاتكم وطاعاتنا بإذن الله. أتمنى لما نروح قيام الليل يكون معاهم تمر أو فواكه، لأنه عم بشوف أنه في كتير ناس عم تتعب محمود ما عم بيقدروا يستمروا، فعطوا لحالكم يا أما فواكه مجففة يا أما فواكه طبيعية، موز، تفاح، برتقال، وخذوا ماي معاكم بعد وأكيد الماء. أيه. وأكيد الماء، لأنه إذا أنتم حابين تستمروا بنشاط ودون تعب خذوا معكم اللي يعطيكم الطاقة بصورة سريعة وسهلة. جزاك الله خير أنك أنت ذكرتيهم بهذا الموضوع. نعم. الموضوع جدا مهم، حتى في التراويح يا جماعة الخير كل واحد يأخذ له بطل ماء معه يخليه عنده، ممكن أنه يشرب منه كل شوية. صحيح. دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك تواجدت معنا. أشكرك. شكرا لك مرافقتي في هذه في هذا البرنامج طيلة هذا الشهر الفضيل. أيضا شرفت. شكر الكبير لميثة بن بيات مخرجتنا، وايضا كل الشكر حق اشواق. اشواق يعني ساعات ويانا ساعات مو بيانا، لا لا كل يوم يعني زين 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 ان شاء الله. فكل الشكر لكم وان شاء الله نشوفكم باكر ان شاء الله مع حلقه جديده والمواضيع اخرى متجدده في الصحه. فحتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وشو نقول دكتوره يوم نختم؟ أراكم بخير وصحة وسعادة. لا غلط. يعني دمتم. دمتم بصحة وسعادة. أيوة صح. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.